طيب احنا معانا تليفون ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا يا حبيبتي. ازيك يا فضيله الشيخ؟ منورين الحمد لله. الشيخ ومنورين الله الدنيا يخليك حتى. يا رب، ربنا يحفظك. بص حضرتك، انا عندي سؤالين بعد اذنك. اتفضلي. انا عندي سؤال. اول سؤال حضرتك، ان انا مثلا لما بنبقى تعبانه، انا قاعده انا وحماتي مع بعض، ما بتصدقنيش ان انا بنبقى تعبانه، يعني ممكن تحلف بالله ان انت ما انتش تعبانه خالص، رغم ان انا بنبقى تعبانه جدا ونبقى بنموت كده، بس ما بتصدقنيش. ومهما نحلف لها لا انا تعبانه، وبنروح نكشف وما بتصدقش الدكتور كمان اساسا ان انا بنبقى تعبانه. وتاني سؤال حضرتك، وتاني سؤال، ان انا عندي جوزي، انا ابني هو ابنه، يعني ابنه رافع، ما بيحبوش ان هو يكلمني، ما بيحبوش ان هو ينام في حضني. ابنك عنده كام سنه؟ في سنه ثالثه ابتدائي. طيب وليه جوزك بيفكر بالطريقه دي؟ بيعمل ايه جوزها؟ بيعمل مش عايزها يعني يبقى في علاقه كده حب وحنان بينها وبين ابنها. انا عندي ابني بيحبني حب غير، فهو طبيعي. هل غيره يعني بيتغاظ ان هو بيحبك وما بيحبوش كده مثلا؟ عندي ابني انا ما بيدوش الاهتمام اللي هو بيدوني، لان هو بيبقى في شغله، بيجي مثلا كل 20 يوم، كل 15 يوم. طيب يعني بس لا، مثلا يقعد يقول لي ايه ده الحيله بتاعك، ده انت بتحبيه اكتر من اللي في البيت، ده انت يعني دايما عامل حساسيه، ممكن يغيب الاسبوع ما يكلمهوش، يقول لا ما تكلمنيش. طب ما انت برضو تلفتي نظر ابنك الصغير ده، ان هو برضو لما بابا يجي من الشغل يبين له برضو شويه حنان، حب يحضنه كده. ده يعتبر طفل يا استاذه دعاء، لو سمحتي يعني هعمل له ايه؟ طفل ازاي؟ مش في سنه ثالثه ابتدائي؟ عنده 10 أيوة. سنين. طفل ايوه. يعني مثلا عنده 8 سنين. عنده 8 سنين دلوقتي، الاطفال يعني بيفهموا اكتر مننا، يعني اقصد ماشي. بس انا يعني انت فضلي بعلاقتك بابنك ده، الحب والحنان من الام يعني ده مهم يعني جدا. يعني يوسف اول حاجه، أقصد اول حاجه لما تتكلمي مع ابنك تقولي له مثلا من باب البر. والله بقول اسمعيني بس، انا ما قلتش من باب البر، ان هو لما بابا يجي نقبل ايده، ناخده بالحضن، نبوس ايده كده، ها نعلم كده الاولادنا ان هم يعملوا كده مع الاب، والاب كذلك الامر يعلم الاولاد، يقول لهم لما نشوف ماما، ماما هي اللي بتطبخ لنا، وماما هي اللي بتغسل لنا، وماما هي اللي بتعمل كذا وكذا. ما عندوش كده يا شيخ. ما انت أحمد انت عملتي كده. انا السؤال، انت بتعملي كده؟ انت بتعملي كده؟ يعني انت بتقولي له بابا هو اللي بيشتغل وهو اللي بيروح وهو اللي بيجي؟ انا مع عيالي على طول في الدروس. يا بنت الحلال اسمعيني بس، مثلا ايه اللي حصل النهارده؟ يا ام يوسف انت بتعملي مع ابنك او ولادك كويس اللي انت في الدروس وبتاع، ليك الاجر ان شاء الله. لكن انا بتكلم انت عملتي مع اولادك اللي انت تقولي لهم بابا ده بيتعب وبابا بيشقى عشاننا وبتاع، لما هيجي المفروض نضحك في وشه ونسلم عليه ونقبل ايده. يا شيخ احمد بعد اذنك، ده لو جه مثلا حط ايده عليا كده ممكن يقوم يضربه، والله العظيم بيحصل. لا يعني لو حصل كده يبقى جوزك ده مريض، يعني ما يعني ما فيش حاجه اسمه لو يعني ابني مثلا يقول يعني لا افرح لما ابني ياخد مامته في حضنه بتاع ويبص وانت ماما دي حنيه، لكن ازعل يبقى ده مريض. بيقول لي ده بيحبك اكتر مني، ده انت رخره بتحبيه اكتر مني. بس يعني ايوه بقى احنا وصلنا للنقطه اللي انا بتكلم عليها، غيرة. اللي هو شايف ان الولد ده بيحب، هو في ناس مرضى، هو جوزك مريض خلاص، بس هو شايف ان ابنك بيحبك اكتر من ابوه. تخيل بقى لما قاعدين احنا بنتكلم في مشاكل، ابن بيحب اب ولا ام؟ متخيلين انتوا المساله دي؟ احنا قاعدين دلوقتي نتكلم في مشاكل، اب بيحب ابوه ولا امه؟ مصيبة. يعني مصيبة والله. يعني احنا سيبنا كل حاجة ونتكلم في اب وام، بيحبوا بعض ولا ما بيحبوش بعض؟ لا جوزك يا عيني. اخوانا لازم نفهم التربية، ان هو احنا زي ما يا ام يوسف اسمعيني الله يكرمك. انا ابنك تعلميه كده، بابا ده هو بيشتغل، بابا هو اللي بيشقى عشاننا، بابا هو مش عارف كذا، اول ما يدخل الشغل قوموا وبتحكوا في وشه وبوسوا ايديه وقبلوه. ما تقوليش بقى انا اللي بتعب وانا اللي بروح الدروس وانا اللي ما برضه في برضه في الشارع. حسسيه بده، هو عاوز يحس بالحنان من ولاده، ان ولاده حنينين عليه، ان ولاده وانت كمان يمكن انت مش حنينه برضه عليه، فهو متضايق. خليكي حنينه على جوزك شويه حتى لو مثلتي. قفلتي؟ ماشي، ربنا يهديه يا رب، وادعي له كتير ربنا يهديه.